السالفة الليلة غير عن السوالف والأحداث اللي حصلت لي. الليلة السالفة حصلت للوالد قبل تقريبا 70 سنة، هو عمره في 90، الله يعطيه الصحة والعافية. قبل تقريبا 5 أشهر سجلت هذه القصة من أبي وهو كان في المستشفى. فبإذن الله راح أسولف عليكم أنا وياه، أعطيكم نبذة بسيطة عن نسب الوالد. أبي حمد بن ناصر ألوى من الهادي بن زايد الغفران من قبيلة آل مرة. أنعم الله على الوالد بفراسة غير طبيعية ومعرفة في الأنساب، وخواله متميزين في هذا المجال. خواله العروق من الهادي بن زايد الشيخ صالح بن عامر العرق وإخوانه الله يسكنهم الجنة. صالح العرق صاحب الملك عبد العزيز رحمه الله وأبنائه الملوك من بعده، تميز بعلم القيافة وقص الأثر ومعرفة البشر، حتى أصبحت هذه الموهبة والنعمة من الله سبحانه وتعالى وظيفة رسمية ورثها من بعده أبنائه. فيه لقاء قبل تقريبا 35 سنة على جريدة الجزيرة للشيخ صالح العرق، راح أنزل لكم إياه. الزبدة راح الوالد للحدود الشمالية وكان عمره صغير، واشتغل سكورتي في مركز أم مرضمة. عمري 17 18 18 زين. هنا القصر في هنا وقعها باني ولا أدري من اللي معنا الزقرت اللي في القصر. رجع العصر حطم قهوة، أنا عندنا قهوة، حطم قهوة الفرش الفية تخاب الحمر غير. يقول الوالد مركز المرضمة في مكان مرتفع والبدو متحاولين، وكل عصر إذا حطوا جلستهم في فية المركز داومهم البدو يتقهون معه. يقول من ضمن الناس اللي حول المركز صانع يرب الدلال والمواعين، هو وزوجته وولده عمره 13-14 سنة. أنا ما أنا عارف الصانع ولا الماء، صانع على الماء على القطنة، قطنة فوق 300 بيت بيت على أطوار، على محمد بن ظاهري وعلى سالم بن مشل وعلى شيوخ يمه. يقولوا حنا جالسين والحضور كان واجد، جانا رجال يسوى من الرياجيل إلى قبل، اسمه ناصر بن بزيع السهري، ومعه عياله 2 كانهم توم وهم أتباع ما هم توم. يقول جانا وجلس عندنا ويجلسون عياله هناك في زاوية المجلس. يوم خذنا شوي إلا جاينا والد الصانع عمره 13-14، جانا وجلس مع عيال ابن بزيع يعرفهم يعرفونه، بينهم مزح وبينهم لعب. الصانع عيني والله بعد شاوته، أول مرة تشوفه ذاك اليوم. والله ما بعد شاوته، آخر يوم طلع حن فيه حديد، يوم طلع حن فيه ظهره حن متربين من الماء. صانع عليه كشعة وثوبه إلى نصف ساقه وكله صخار من رب الدلال والمواعي، قام وتطارح ويا واحد من عيال بن بزيع السهري. صانع شال ولد بن بزيع وطرحه ذاك متيح ولد السهري متيح حمر بعافية ويام شمعة حلبة تحته ويبرك على كبده. طرح الصانع ولد السهري، يوم طرحه جاك السهلي فازع الأخي، جر الصانع علشان أخيه يغلب الصانع. يوم تعادل الصانع والسهلي زنت زنته الصانع، يعني صح صيحة. قال الوالد زنته لكن الله حطها في قلبه سبحان الله، الله حطه تهب ولد قلقل المراسة العثيبية. وشان تقولت أنت؟ تقلقلت من راسك العثيبية. وهب اللي تقلقلت من راسك العثيبية. اي والله هذا ولدي سبحان الخالق. كش الراحة. الله اكبر. وهب اللي تقلقلت من راسك العثيبية، مع ان ذا الكلمة اللي صاح ذا الصيحة عتيبي ما هو بصانع. الحضور كلهم وقفوا سوالفهم وحفظوا ذا الكلمة. اللي راح علم رئيس المركز مركز المرضمة رئيسه البليهي، اللي راح يعلمه واللي راح علم البدو بالسالفة. اسمعوا كلمتك. اها. اللي تقلقلت من راسك العتيبية. صح لسانك.
الله يرد انما ظهر ما دام الا ذاك المهم شبون بها ويانا ادرون بها للماء ورجع المغرب ولدي الا شيبان على الماء عجل اليوم كل غاد له صبي كلمة كل عصر ولا جم غرب إلا ذا العالم اللي كل مضيع له بزر والله يا بالليل مغبنا الليل يا بيوت ضويهم كنا ضوي شكل نحاول نكسرنا كل يوم أصبح علينا الصبح ويستدعيني بليهي رئيس المركز قال يا حمد وش ذا الكلام اللي جاي قال الكلام اللي جاك صحيح الصبي ذا عتيبي ولا هو بلد صانع يقول بي معنا خوي لنا قال له مسعود القحطاني حطه على الجرح يبرى قال له بليهي يا مسعود روح صوب الصبي وجبه لنا جابه مسعود يقول لبسنا ثوب نظيف وعطينا غترة جديدة وقعد معنا في المركز يأكل ويشرب يقول عندنا فرت خشابي بريد يوصل المكاتب والعبرية بين مراكز الحكومة أرسل بليهي صوب إمير حفر الباطن عبد الواحد أرسل له كتاب يعلمه أن عندنا عتيبي ضايع هو خابر عبد الواحد من ضمن أخوياه عتبة قبل الناس مع بعض وأي شيء حصل في المنطقة ولا حصل في القبيلة بشكل عام الناس يدرون به الكتاب يوم وصل العتبان في حفر الباطن عرفوا الصبي وأرسلوا لأهله في نجد قالوا ترى ولدكم في أم مرضمة الصبي جاتهم عدة ذيك الأيام وضاع عمره 5 سنوات وحصل ذا الصناع بلا رجال ومرته وخذوا ذا الولد معهم وشمالوا بشمال السالفة إذا قالها أبي تأثر منها ورح أرويكم مقطع بعد شوي يقول يوم من الأيام بعد ما أرسلنا الكتاب بعدها بأسبوع يقول جالسين في مجلس المركز يقول قبل صلاة الظهر على الساعة 11 يقول انت قهوة ومعنا ذا العالم البدو وخويا أنا هالمرة يقول سمعنا صوت لجة وصوت سياح وفروا هذا المجلس باتجاه الصوت يقول وأنا من ضمنهم يقول يوم وصلنا وطلعنا برا إلا ذا فرت نفس موترنا يقول أنا أحسب إنه موتر البريد هذا له موتر ضيوف جايين وأنا معهم يوم أقبلنا على الباب أطلع من الباب والعرمل تيجين علم الموتر وجهك أدا حق معهم ولا حق معهم ولا هم لبسينه ثوب جديد كذا أبيض جديد شارين وغتيرة محضية تأكل المهم لا حانت لين وقت جيت وقت لي معاتك رجال مو على أهل أخويك أنت خامل السعاود كلها حظ جملة سعاود أيضاً قاعد كذا هو يا أخوانا مرتمين مع بعض كلهم قاعد كذا على آخر مثلوا على آخر حد نسيح حد نيك الله أكبر شوف شوف ضايبه من الأمر على دمعتي مخرص أطلع منهم والحية منك حذر منك المال في رأس ولا أبشر بالأجر أيوه. الله يجعلك سبب أن يستحق ذا الصبي على هذا إن شاء الله في الموازين حسنات إن شاء الله اللهم آمين اللهم آمين بعد ما حصل الموقف البليهي ذبح له ذبيحة وتغدوا عليها قده حجور عند العصر برزوا العتبان بالوالد برزوا بي اضربوا يا مالي والله ما الحق لك الجزاء يقولون أهلك يقولون وثنا نحمد الله ونشكره خير وهذا شيء الله خاصكم به